تكتب يوميه ترفع وترجع، جبنا وحطينا وسوينا وما جايبين اي شيء. انا مشكلتي ويا الدوله الفلوس. هاي المستشفى صار لها اكثر من 10 سنوات 12 سنه على هذا النظام. اكو مستشفى بالعالم يتعطل 11 سنه لا 12 سنه؟ المكان اللي احنا متواجدين به اليوم مشروع متلكئ، توقف اكثر من مره خلال السنوات الاخيره. طبي جهازlar dahil olmak üzere medikal dahil olmak üzere 37 مليون 900 بين امريكان دولار. يعني الظاهر دمار المستشفى ودمار الناس، يعني قناه تجي ما تخلونها الطب. قبل 10 ايام ماتوا لنا شخصين بالطريق، شاب عمره 16 سنه ورجل شيبه، ماتوا بالطريق ما لحقنا نسعفهم. فاحنا اليوم عندنا فايروس اسمه محافظه بغداد او وحده اداريه ما يريد يتدخل بيها لا يريد بيها فشل. اي ناس كلها جاي تموت، ماكو مستشفى، الله وكيله، بس اسمه هيكل ومستشفى. ولا تحملوني وزر الصحه كوزاره، انا رجل لسان ناطق لكم بكل امانه.